يا جماعه، انا عايزه اقول لكم ان النور قاطع. صحينا من النوم لقينا النور قاطع، فدلوقتي شايفين الفوضى اللي في البيت. مكاننا كنا قاعدين امبارح ومكان التصوير بتاعي، وانا طبعا اللي ما شافش الفيديو بتاع امبارح يروح يشوفه، اللي هي تحضيرات رمضان، وطلعت بقى كاسات وحاجات جديده. سيبي سيبي، يلا بقى، عايزه ده انا وتوتا هيساعدوني وهننضف البيت. يلا وانا هساعد، وانا يلا دخل على جوع المطبخ وهينضفوا البيت كده ويظبطوه ويخلوه جامد. يلا يا توتا على المطبخ وحطيه. لو الإضاءة يا جماعة مش كويسة يبقى النور قاطع، واحنا مش عارفين نتصرف بصراحة. يلا ظبط دول، ظبط الكنب يا احمد. انا عندي فيش ده وقع العود، النور وقع، هبقى ظبطه سيبوه ده كل شوية يبقى. يلا ظبطي، كل واحد يعمل حاجة. بصي انتوا الاثنين هتعملوا لي كنبة واحدة، تعالى يا جنة انت هنا، خلي توتا اللي تعمل هنا. لا ما تشيلهاش، هي هي مش ظبطه. اه مش ظبطه، اعملها سبعة يا جنة، تغيير، اعملها سبعة كده اهو. شاطر يا احمد، برافو عليك، اعمل في النص دي كمان اهو يا احمد، خليه يساعد. شديت الديرة يلا بس كده حلو. شوف توتا بتعمل، شاطرة يا توتا، برافو عليك. ظبطت الفرشة اللي احنا عاملينها بتاعت رمضان، شاطرة يا توت، برافو. رمضان لسه ما بدأش والبلح بتاعنا خلص. لسه بت انت صايمة، بس ما خليتها. يلا انا صايم يا جماعة. مين جالنا؟ انت جعانة؟ اه بجد والله العظيم. والله جعانة ولا عطشانة اكتر؟ جعانة بجد جعانة. صاحبة الصبح بتقولي انا جعانة اول يوم رمضان. انا ولا جعانة ولا عطشانة، معدتي توجعني بس. انت توتا معدتها وجعها عشان الدواء. ادعوا لي يا جماعه ان ربنا يشفيه، شفاك الله وعافاك. احمد جعان يعني؟ انت صايم؟ لا انا تلت. شاطر، زبادي كل زبادي وكل ساندوتش، ساندوتش لانش. يلا بقى هاتوا المقشة ونضفوا الدنيا، وكمان ورانا حاجات كتير عشان امبارح ما عرفناش نخلص. لما يا جنة عشان نعرف نكتب. ضافين بقى حتى وراكي كده في اي حته. الحمد لله النور جه. حد شغلنا المروحة. اطفي الأنوار اللي جوه دي كلها. شغلنا المروحة. الحمد لله. مروحة 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 مروحة. ماما تعبت. هات بقى نعمل يا جنة. جنة يا جماعة تعبت، فأنا إيه هكمل. هنا يا جماعة بقى بدأت أحضر الفطور، بدأت أعمل عصاير، عملت عصير برتقال وعصير فراولة. وتوتا دخلت قالت لي انا هعمل لكم كاسات السعاده، تعالوا شوف هتعمل ايه. انا كنت جايبه موز فجابت الكاسات كده، هي بتوريك واحد وهي بتعمله، وحطيت فيه موز وحطيت فيه فراوله. احنا كنا مقطعين فراوله كده وحطينا عليها سكر وركنتها شويه ساقعه كده، وبعدين عملت الفروت سلطه ده بطريقه حلوه يعني عشان تقدمه، عملته على شكل ورده. توتا هي اللي عملته، توتا بتحب تفنن كده اهو. ده شكله النهائي، هي عملت لنا كل واحد كيس. وكمان بقى كنا جايبين دي بالليل فاكهه، كنت جايبه لهم كيوي، وزي ما انتم شفتوا كنت جايبه فراوله، بستعمل شويه عصير وشويه زي ما انتم شفتوا الكوكتيل ده، كنت جايبه موز. وكمان كنا جايبين تسالي عشان بالليل، احنا بنحب التسالي بالرغم ان احنا كنا في رمضان والجو حر اول يوم، بس ايه جبنا الحاجات دي قلنا هنشيلها بالليل. في الفطار بقى انا كنت قلت اعمل حاجه خفيفه اول يوم، عملت لهم جلاش. الجلاش الصوابع ده ما بيحبوه قوي، بتجيبوا الجلاشيه كده وتفرديها زي ما انتم شايفين كده، وتحط فيها اللحمه المفرومه. عملت صينيتين، عملت واحده بالفراخ واحده باللحمه عشان انا ما بحبش اللحم المفروم، بحب الفراخ المفروم اهي. ودخلتها بقى الفرن وكانت طعمها حلو قوي. عملنا بقى قلت لهم نعمل كنافه، ما رضيوش، قالوا احنا عايزين بسبوسه، بيحبوا البسبوسه اكتر من الكنافه. بس يا جماعه احنا دلوقتي رايحين الصلاه، العشاء اتدهت واحنا رايحين الصلاه التراويح في المسجد. يلا
بالراحة 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 يا ماما. لا يلا خلاص باي باي عشان دلوقتي يا جماعه احنا جينا من الصلاه. كان الجو حار الواحد تعرف فيه. يا جماعه طول سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله. مع السلامه. ده كان روتين النهارده اول يوم في رمضان. ان شاء الله هنقدم لكم فيديوهات كتيره جامده. تابعونا بقى بالاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل فيديو يوصل لكم على طول ان احنا عملناه. بشكر جدا كل الناس اللي متابعينا. الناس اللي مش متابعينا يلا عملوا لنا اشتراك.